المستطيلات كنخشيهم في داك الشكلاط حتى كيغبروا كلهم. اييه كنغطسوهم باش يتلبس الشكلاط. اها كنهزوها اللي عنده الشبكه، دابا تبارك الله دوك الشبكه راه موجودين في السوق. أيه. الشبكه ديال الحديد كنحطو فوق من هذاك الحشوه حداك الكيك ديالنا حتى كيقطر كله من داك الشوكولا. اللي ما عندوش، اللي عنده شي شويه جديده عمره ما استعملها تيحطها، كيحطها لها. اللي عنده كاس ديال داك اللي فيه الثقيبات داك الحديد ديالنا كنديروا فيه سكتو حتى هو كيحطو باش اذا كيسيل داك الشكلاط ما يبقاش لا بقى هكا عندها منيضر وداك الشيء ما يبقاش لاصق فيه الشكلاط. اييه وعاد لالا تناخذ واحد تنخلي واحد تيبس على داك الشكلاط كناخذ واحد السرنج دابا السرنج ديال الحلويات كنعمرو بداك الشوكولا بلو وكنديو نجيبو خطوطه صافي وكنحطوها حتى تبرد لينا مزيان كنجمعوها ثاني شي بواط وكنبداو نعطيو وليداتنا بلاصتها. حنا بعد عطينا لولادنا الكيك عوض ما شريناه بدرهم ما عرفناش باش نصايب، حنا صايبناه على يدينا وكي وشوكولا مزيان تبارك الله عليك. الله يبارك فيك لالا. مشكوره ما غاديش يشكروكش غير الوليدات والديهم. الله يبارك فيك. ما عندي ما يتسالك لالا، الله يخليك ويكثر خيرك. دابا نمروا للفلون. اي الفلون ان شاء الله كناخذ واحد البطاطا. بطاطا حلوه كنغسلوها مزيان وكنقشروها كنقطعوها رقيقه باش دغيا طيب لينا. كنديرها لالا تسلق مع جوج كيسان الليمون. غنسلقوها في الليمون سافي ديال البرتقال لوغونج. البرتقال داك لوغونج. اللتين حنا كنقولوا اللتين. اللتين غير في اللتين ما كنعملوش الماء. لا ما كنعملوا لا ما لا والو. غير هذاك الليمون حتى تشرب حتى كيولي تينشف. تشربوا ديك هذاك تتشربوا ديك البطاطا تنهزوا ديك البطاطا تنديروها في الخلاط الكهربائي مع نسيدر الحليب. وكنطحنوها مزيان حتى كتطحن مزيان ما كتبقى كلها تتنيل ما كتبقى كيبقى غير الحليب اللي كيبان لينا. كنهزوا داك الحليب كنلوحوا نديروا في كاسرونه كنديروا معاه واحد الفلون ديال 5 دراهم. داك الفلون كبير. اييه. وكنديروا معاه لا معلقه العسل باش يجي كلشي داكشي ناتيرال بلا ما نديروا كاع صافي كنديروا صافي معلقه ديال العسل. اي معلقه العسل وكنبقاو نحركوا داكشي فوق البوطه حتى كيبان تيفيد الحليب. فيد الحليب كنهزوه نحطوه حتى يبدا يدفع عاد كنديروا كناخذوا دوك الزليفات ديال التقديم اولا كن وكنديروا لالا شويه ديال كريم كراميل. اللي بغى يدير كريم كراميل يديرو اللي ما بغاش يديرو صافي حتى فيها بهادشي كريم كراميل راه تبارك الله كلشي عايز عارفينو. اييه تنسبقوا هو الاول في دوك لي غانكار دوك البويسات الصغار وتنخويو عليه هذاك الفلون شويه شويه حتى نعمرو دوك لي غانكار اللي عندنا وتنخليوه حتى يدفى وندخلوه للثلاجه حتى يبرد. ملي اللي درنا فيه كريم كراميل نقلبوه باش يجي داك كريم كراميل يجي منيضر مزيان عاد منيضر. وتندرو عليه شي دلو زيفيلي ولا الكركاع ولا اللي عندنا في الدار نكتفي بداك الشيء اللي عندنا صافي تنقدموه للوليدات منا فلون صحي فيه داك البطاطا ديك الطيبه ديال البطاطا حلوه ما كتجيش لا ما كتجي مزيانه زعما ما تجيش باينه لا والو ما كتجي فيها ما كتعرفي كاع شنو كتاكلي فيها والبطاطا حلوه لو كنتي تعرف شحال عندها ديال عندها ديال المنافع البوتاسيوم زعما منافعها كثيره والوليدات ديالنا ما تياكلوهاش اللهم ما كيبغيوش ياخذوها عندك الحق لا وانا عندي هذه نعاودوا الطريقه لالا هي لالا الله يسلمك عندنا ان شاء الله جوج عندنا واحد البطاطا حلوه كنقشروها مزيان وكنقطعوها رقيقه باش دغيا طيب لنا كنسلقوا جوج كيسان ديال الليمون اللي ما كنضيعوهمش كنبقاو نخليوها حتى تشرب ديك البرتقال كامل تتشرب البرتقال ديالها اللي سلقنا فيها تنهزوها لالا كنديروها في الخلاط الكهربائي وكنديروا معاها نسيدر الحليب واحد معلقه العسل وتنطحنوا مزيان حتى تتصح لينا داك الخليط كله حتى كيتولي بان لنا غير الحليب نعاود نردوه في الكاسرولة وكنديروا معاه لالا فلون ديال 5 دراهم وبقاو تنحركو تنحركو حتى يفيد الحليب وتنحيدو من فوق النار نخليو حتى يدفى شويه ونديرو في دوك الكويسات ديال التقديم يكونوا ولا بغينا نديرو في كويسات بغينا نديرو زعما نقدمو دوك الكويسات بلا ما نديرو كريم كراميل بغينا نعاودو نقلبهم في الطبيصلات نديرو كريم كراميل من التحت ونعاودو ندخلو دوك تنعمرو دوك لي غامكان اللي عندنا كندخلوهم الثلاجه ملي بردو كنجيبو دوك الطبيصلات ديال الوليدات وكنقلبوا ليهم هكا يا الفلو وكيكون داك كريم كراميل وكندير فوق المشويات اللوز وشيا ماشي غير الوليدات راه حتى حنا طبعا حتى حنا ناخذوا ونديروا كان كيجي عادي يعني كيتقصح بحالو بحال الفلو عادي كيولي بحال يعني ديك البطاطا حلوه ما كتاثرش عليه بشي طريقه ولا لا والو كيجي بحال درتي غير الحليب والفلو كيجي غزال وتا ديك الطيبه ديال البرتقال ربما غتعطي شي نكهه مزيونه كتجي عرفتي واحد النكهه غزاله ما نقولش لك وكهاد هاد البطاطا حلوه راه كنديرها حتى في الروز كنديرها في الرز بحال كنديرها في بلاصه هذاك مركز محله
كنديرها تي كنطحنها مع الليمون وكنخلط بها الروز بحال درت حليب مركز محلى. هذه ما عرفتي انا عملتي فيها البلوه واش تقولها لي دابا ولا نخليها ماشي مشكل بسرعه ياك عافاك اي بسرعه سريعه عندنا واحد ربعه الروز كنسلقوه الروز ابيض ولا اصفر شنو كتختار لا داك الصفر داك الحبه الحمراء اييه كنسلقوه وكنسلقوا البطاطا هي غير بالماء كنسلقوهم بجوج كنسلقوا ملي كنهزو كنصفيو على الروز ديالنا اللي سلقنا الروز مع شويه الملحه وواحد الساشيه ديال الفاني كنهزو على اللي كنصفيوه من الماء كنصفيو هذيك البطيطه من الماء وكنطحنوا هذيك البطاطا مع جوج كيسان د الليمون مزيان حتى كتطح لينا مزيان نزيدوا فيها شويه العسل اولا شويه سكر كلاصي بحال بحال كنشدوا على وداك الروز اللي سلقنا عفوا الروز كنسلقوه بوحدو البطاطا كنسلقوها بوحدها اييه الروز كنزيدوا مع واحد الحفينه ديال الزبيب باش تسلق معاه اييه صافي ملي كنصفيو حنا صفينا الروز والزبيب بوحدو وحنا صفينا البطاطا بوحدها وطحنا مع جوج كيسان تاع الليمون عاد كنشدو داك الليمون مع داك البطاطا اللي طحنا فيها كيولي بحال خليط كيولي عقد بحال درتي حليب مركز صافي كنخلطو داك الروز ديالنا مزيان اللي فيه الزبيب وكناخذو دوك الكويسات ديال الديسير وكنديرو فيه وكنديرو واحد تنشد الليمون تنديرو طرانشات رقاق وكنحلو بواحد الزنيب وكنلصقو في الكويسات من الجناب وكندير واحد شويه الكركاع ولا شويه اللوز من الفوق ولا اي مكسرات او اي ديسير راه كيجي هائل زعما تبارك الله عليك والله رائعه وموسوعه للعائشه وان شاء الله دائما كنتي وفيه في المشاركه معنا الله يطول لنا عمرك لاله مكسب لنا والله الله يبارك فيك شكرا جزيلا لك الله يطول عمرك لاله حنان ونهاركم مبروك باذن الله وليك والهناء والطاقم كامل الله يسلمك شكرا جزيلا مع السلامه الله يعاونك مع السلامه